اكتشف معجبك السري بحسب برجك الفلكي. فكرة أن تملك معجبا سريا أمر مثير. هناك في مكان ما شخص يفكر بنا كما لو كنا أجمل مخلوقات الله، ويراقب ما نفعله على مواقع التواصل أو يحدق بنا من دون أن ننتبه. لكن بما أنه سري فعادة لا سبيل لمعرفة من هو، لكن لا داعي للقلق، لأن الأبراج سوف تكشف لك هوية معجبك السري. برج الحمل. رغم أنك لا تعرف، لكن أحد المتابعين لك على فيسبوك أو سناب شات مهووس بك تماما. أنت بالكاد تتحدث معه، وربما لم تلتقيا في الحياة الواقعية على الإطلاق، لكنه معجب بك بشكل جنوني. هو شاهد جميع صورك ويظن بأنك مرح ومضحك جدا، ويحاول وبيأس الحصول على انتباهك. المعجب السري هذا هو من برج السرطان. برج الثور. صديقك المقرب معجب بك. قد تبدو لك الفكرة جنونية، لكن فكر بالأمر قليلا، فهو يثق بك ويحبك ويكشف لك كل أسرائه. وبما أنك صديق مخلص، فهو يعتبرك الشريك الرائع لمستقبله. لعله فكر بمصارحتك مئات المرات، لكنه يخاف أن يفسد الصداقة بينكما. معجبك السري هذا هو من برج الحمل أو من برج الأسد. برج الجوزاء. المعجب السري بك هو إما النادل أو النادلة الظريف في المطعم الذي تقصده بشكل دوري، أو الشخص الوسيم الذي تلتقي به صدفة خلال تواجدك في السهرات أو المناسبات التي تحرص على المشاركة بها. على الأرجح أنكما خطما حديثا عابرا، لكن ومنذ تلك المرة الوحيدة وأنت تسكن عقله. معجبك السري هو من برج الحوت أو من برج العذراء. برج السرطان. حبيبك السابق هو معجبك السري. رغم أن العلاقة انتهت، لكنه ما زال يظن بأنك من أكثر الأشخاص لباقة ولطافة على هذا الكوكب. في الواقع هو لا يمكنه منع نفسه من الاشتياق إليك، لذلك في كل مرة تلتقيان بالصدفة أو يلمحك من بعيد فهو يربكك. معجبك السري هو من برج العذراء أو برج الدلو. برج الأسد. جارك معجب بك بشكل جنوني. في الواقع هو بات يعرف مواعيد خروجك وعودتك، ولعله ينظر إليك خلسة من خلف النافذة، وقلبه يكاد يقفز من صدره. يجدك جذابا جدا، ويعجبه كثيرا حسك في الموضة. إنه معجبك السري وهو من برج العقرب. برج العذراء. معجبك السري هو شخص يشغل منصبا أعلى منك، سواء في العمل أو في أي مكان آخر. بالنسبة إلي أنت جذاب جدا وذكي، وتختلف بشكل كلي عن جميع الأشخاص. معجبك السري هو برج الدلو أو برج الثور. برج الميزان. هو شخص تلتقي به طوال الوقت، لكنك بالكاد تلاحظ وجوده. ربما هو صاحب المكتبة التي دائما ما تشتري منها كتبك، أو صاحب المطعم الذي تتناول فيه الطعام مع أصدقائك. هو لا يعرف الكثير عنك، لأنكما على الأرجح لم تتبادلا أطراف الحديث يوما، لكنه يجدك مثيرا جدا للاهتمام. معجبك السري هو من برج القوس أو من برج الجوزاء. برج العقرب. معجبك السري هو شخص تربطك به علاقة تجعل أي ارتباط بينكما مستحيل. لعله أحد الأصدقاء المرتبطين أصلا. هو يدرك تماما بأنه لا يمكنه القيام بأي خطوة إضافية، لكنه معجب بك بشكل جنوني. لعله حاول قمع مشاعره من خلال الابتعاد عنك بين حين وآخر، لكنه لا يمكنه تحقيق ذلك. معجبك السري هو من برج الجدي أو من برج الدلو. برج القوس. معجبك السري قد يكون أي شخص قمت بمغازلته بشكل عرضي خلال تواجدك في سهرة ما، واستنادا إلى معدل قيامك بهذا الأمر فالاحتمالات لا حدود لها. في الواقع هذا الشخص معجب بك لأقصى الدرجات، لكنه يخاف من مصارحتك، لأنك تظهر له كل الإشارات التي تؤكد سعادتك المطلقة بحياة العزوبية. معجبك السري هو من برج الثور أو من برج الميزان. برج الجدي.
شخص تعمل معه يوميا أو عملت معه لفترة محدودة معجب بك وبشكل كبير، لكنك لا تلاحظ ذلك. السبب هو تركيزك المطلق على المهمة وليس على الأشخاص، ومع ذلك فهو لا يكترث، ويجد التفاني والجدية لديك في العمل ميزة جذابة جدا. معجبك السري هو من برج الجوزاء أو الحوت. برج الدلو، أحد المعجبين بك طور مشاعر جدية تجاهك. المعجب هذا قد يكون من متابعي مدونتك أو مقالاتك، أو لعله شاهدك تعزف الموسيقى أو أي من النشاطات الجنونية التي تقوم بها، أو لعله زميل عمل أو شخص ما تربطك به معرفة عابرة. الفكرة هنا هو أنه وانطلاقا من إعجابه بموهبتك، فهو طور مشاعر تتجاوز الإعجاب. معجبك السري هو إما من برج الأسد أو من برج الجدي. برج الحوت، تحب التواجد مع الأصدقاء وتعشق تناول الطعام معهم، ودائما تختار مطعمك المفضل. معجبك السري هو أحد العاملين هناك، وهو يشعر وكأنه يعرفك منذ سنوات. في الواقع لقد فكر أكثر من مرة بكتابة رقم هاتفه على الفاتورة، لكنه تراجع عن ذلك. معجبك السري هو من برج الميزان أو من برج القوس.